طبعًا كريم علاوي. وأنت بخير. نعد عليك بالصحة والسلامة حبيبي. مشكور. شلونك؟ زين الحمد لله. شلون شغلك؟ زين يعني. شلون شغلك اليوم؟ رمضان الناس جاي تشتري بالكورنيش، الجو حلو. إيه زين. زين؟ زين. بيش تبيع؟ بيش أبيعها ما عنده أبيعها لو 500 لو 3000. لو 3000؟ إيه. تخفيضات. إيه والمثلاً يقولون عندنا لو هاي أبيعها الوحدة 1000. زين سؤال هسه من يسوي لك شوكليتية؟ صاحبي يسوي لي اياها. ها؟ صاحبي. عجيب. بعد مو هو صاحبي كلش مقرب لي. على الراس. زين. احكي لي ليش جاي تشتغل انت بهذا العمر؟ هندامك حلو، شكلك طالب مدرسه مو؟ يا صف؟ صف الثاني متوسط. يا الله، شلون درجاتك زينه؟ زين الحمد لله. زين سولف لي، بابا ما يشتغل؟ ماما شنو الوضع؟ ليش انت تشتغل؟ انا ابوي يشتغل. نعم. وبالفندق وهسه الفندق شلون تقول قفلوه. اي. يعني اللي عزل الفندق. ايه عزل الفندق لين يقولون طلعت اجواء كورونا ما شلون. نعم. من هاي السالفه وقعد هو. وقعد؟ ايه. صار له شقد من قاعد؟ ما ادري تقريبا شهر هيك. شهر؟ ايه. زين وشلون يعني معقوله بشهر واحد انت قبل طلعت لو انت لك غايه ثانيه بالموضوع؟ انا لك غايه ثانيه طلعت اريد ابيع شكليتي يعني اريد اصرف على نفسي واوطي فلوس لابوي. شتول عيني. شلون تربية حلوة هذه؟ زين انت هاي الفلوس تجمعهن لو بس اللي صرف الاهل لك؟ لا انا اجمعهن اطلب ابوي يجمعهن. ايه؟ ويجمعهن ويشتري نبيه ندوم وهاي سوالف. بارك الله بك. عندك اخوان واخوات؟ موجود اختي صغيرة. ايه؟ واخوي اكبر من عندي بسنتين. يشتغل يدرس؟ يشتغل بهاي البسطيات العاديات اللي على الكورنيش. الله يقويكم حبيبي. مشكور. بارك الله بيكم. مشكور. برنامجنا اكو مثل، اذا قلت المثل اذا كملت عفوا المثل اعطيك هديه. تدري ايش قد؟ 250 الف عراقي. اليوم ترجع شنو فرحان اصلا قبل تشتري اللي ببالك. زين يقول لك اللي يحبك يندل خدك. دطيني خدك حلو بوسه يما في دول الله. هاي الهديه مقدمه من البرنامج قيمتها 250 الف عراقي. ايش راح تشتري بيها بدعت؟ يعني لو اشتري بيها دوم لو اشتري بيها نقال اللي ما عندي. شو سبب النقال؟ عندنا على مود يقولون جروب على النقالات مال المدارس. اه تدرس بيه يعني؟ اي. الله يقويك. شكور حبيبي. بدون بصب لك شكلتي خلينا نضق بالله شغلك.